الا دويت في التليفون كيصف داي كاملين بلا دخلت البيت كيتبعني راجلي من هبطه وهو بقى كيعايرها قال لها سيري تبعي الوالد ديالك علاش جلستي هنايا صافي داك الليله المعلومه صيفطت بان اجي وديوني الا ما جيتوش راني غندير شي كارثه ولا غنتحر يعني حيت زيت غير داك الشوينطه مين جابتها لقات الشنطه خاويه ما فيها حتى شي حاجه حيت اللوسه كانت كتلبسها حوايجها لا ما كانش اصلا البلاكار ما كانش اصلا حتى من اليوم ما كاينش وفين كتحطي حوايجك الشاسك في الشنطه ومتحت الناموسيه بقى غيشريو الماري وشريو كلشي اللي خاص في البيت لقيتو داكشي ولا ما لقيتوش ما لقينا حتى شي حاجه وعدني بالذهب شي ذهب وشي ديال الاول كنت كلشي كامل ما كانش انا بالي دار لي العس بالي دار لي العس وبالي كمل لي دهازي ما كاين لا 12 مليون سلفنا خويا وتكلفنا وبغينا نفرحوا بنيتنا درنا قروض صغرى شحال خديتو خدينا 2 مليون شحال كتخلصوا لها في الشهر 13000 وشي حاجه ملي طحت في الدروج كنت كنقبز اللي كيقول لهم عمري قبزت وعمري درت الحاجه ماشي انسان اللي بلا عدم كاينش انسان بلا عدم هذه يا هي باش كانت كتعجنوا انقطعت واش ملي كنت كنحك الماعن ولاو عندي العظام كسات ولا عندي العظام ملي كنت كنحك الماعن واش اللي ما عندهاش العظام تهز الكاس النهار اللي جينا بلوكا وصلنا وطلقوا اللايف كان التليفونات مبلوكين كاملين النوامر كاملين مبلوكين كيدخلني البيت وكيضربني كان شي في التليفون ما تيخليوهاش توصل معانا قالوا لي هو جاو عندي قالوا كوافور ومين مشيت لعندهم حتى حال ما خدتش كلشي كذوب بزاف ندمت على الجواج شنو الحاجه اللي كنت باغي تحيديها الجواج الله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ حق الله ياخذ حقي هادشي اللي غنقول الله ياخذ حقها مرحبا بك معنا انت والاخت ديالك مرحبا بك شنو اخويا مرحبا بكم اخويا عندنا الله يكبر بكم يسرى ممكن نبداو من الاول نبداو من الاول كيفاش انت تعرفتي على الزوج ديالك وكيفاش تعرفتي على العائله انا ما كنت كنعرفو ما كنتش كنعرفو كاع هي مرات عمو هي كانت كتعرفني وجابته من جابتهم لي مشيتي في النهار فاش جابتهم وجاو على اساس انهم كانوا زواج تزوجوا شحال ديال الوقت انه شحال ديال الوقت باش نتوما تزوجوا ما كملتش شهر دغيا ما كملتش شهر شافك في الاول صافي ضربتو الكاغيط هذاك الشهر بالضبط ضربنا الكاغيط مشيتي للدار ديالك شو كان وقع كيفاش كنتي عايشه من الاول في الاول كنت عايشه مزيان في الاول بالتالي كلشي تكذب كيفاش تقول كلشي ولا احكام وكلشي يقول لك ديري فعلي شنو ديري وفعلي ما فهمتش تفرزي لنا اكثر من تعبين كيفاش دوي في القناه دوي مع الناس واش هما كانوا دين على اساس انك زوجه ولا كانوا دين انهم باش يخدموا بك في القناه من الدوله ماشي مشي اساس زوجه باش يخدموا بيا القناه وانت كتخرجي انت فيديوهات من بعد فاش كنتو كتساليو فيديو شو كنتي كل الجوزه كتعاير اللوسه كتعاير الشيخ كيعاير علاش كنت كيعايرك بالضبط واش على انه ما كتقولش مزيان يعني داكشي اللي كيقولوا لها هي ما كتقولوش واخا رجعوا لعندك انت يا اختي مرحبا نبداو معك انت من الاول نبداو معك مرحبا اخويا بنتي انا يسرى بنتي بان كاين حشمانه كاين شي حوايج انت راسك باش تكون خديهم حشمانه واخا اخويا مرحبا كيفاش شفتوا من النهار الاول كيفاش جاو عندكم هاد الناس هادو جاو خطبوا يوسف هاد الناس هادو والدينا كانوا ساكنين في العربيه كيعرفوا بعضياتهم مرت عمهم كانت ساكنه حدانا هي اللي جابتهم حيت
الوالده ديالهم الكبيره كالناس معقولين ومزيانين وسحبناك بحال بحال. الساعه كيفاش جاوا مشات عندهم داكشي اللي كان سميتو كله كان غير كذوب، والحقيقه المره كانت شي حاجه اللي زوينه كما عرفنا المره الاولى هذا ما حتى شي حاجه منها ما كانت. واخا كانت يسرى كتسعيد لكم كتقول لكم بان الناس كانوا كيخرجونا في باغيين يخرجوني في اليوتيوب، كانت تعاود لكم شنو كان واقع في الدار؟ كانت في التليفون كيجلسوا مجموعه عندها كاملين. سمحها نقطعك قوطه، الا دويت في التليفون كيجلسوا حدايا كاملين بلا دخلت البيت كيتبعني راجلي. ملي كتكون كتهضر في التليفون كاملين جالسين حداها كاملين كنسمعوهم، ويلاه كتقول لنا كي بقيتو لاباس كي دارت مبا صافي ها العربي حدايا وكتقطع. كل مره كل مره اللي درجته واحد المره اختي قالت لها يسرى اختي ماك ضعافيتي، كلشي ناض كيسبنا في التليفون من اللوسه من الشيخ من العريس كلهم، ما بقينا فاهمين حتى شي حاجه. قلنا ماشي مشكل، حنا جوجنا على اساس تولد وليداتها وتعيش في دارها، ماشي جوجنا باش تولي عندنا. تنقولوا لها صبري، فجات عندنا عاودت لنا شي حوايج لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واخا هكا قلنا لها صبري اختي هذه هي خبيزتك وهادشي اللي عطل الله هو هذا. فاش مشات مشاكل عاوتاني كثرات، نفس المشكل نفس المشكل. يعني كانت بعدا كانت جات بعدا شي نهار غضبانه ولا لا؟ ما جاتش غضبانه، فاش كانت جات تشوفنا اول مره اول زياره ديالها لينا عاودت لنا على شنو كان كيوقع ليها. عاوتاني نفس المشكل وقع لها، عاوتاني فيما هذا نفس المشكل نفس السيناريو. واحد النهار عيطت لنا في التليفون قالت لنا دابا قولوا البا يطلع، والعربي هو اللي راجلها هو اللي كنعطيها التليفون باش قالت لنا قولوا الوالد ديالي طرا ضروري يجي لعندي. مشات عندها الوالده والاب ديالي والاخ ديالي لقاوهم دابزين هضروا معاهم تحاوروا المهم صالحوهم ما بغاوش يجيبوا هذاك الساع، يعني كلها غير كلشي كدابز كلشي سميتو رغبوهم لداك الساعه فاش بغى يصالحوهم. هادي اللوسة دخلت للطواليط حاشاكم وسدت عليها الباب ما بغاتش تصالح معاها. قالوا ماشي مشكل هبطوا في حالاتهم، من هبطوا هو بقى كيعايرها قال لها سيري تبعي الوالد ديالك علاش جلستي هنايا داك الساعه. ماشي يا راجلي كلهم العائله كامله الام والبنت والاب حتى هو الاب ما كانش ديك الساعات كلهم يعني مهم كيعايروها وداك الشيء صافي. نفس المشكل كتعيط لنا الو كيبقيتو لاباس كتقطع، فاش كنعيطو لهو نهضرو معاه تيقول لك راني ما كاينش في الدار راني ما كاينش، يقول لك راني ما كاينش تسمحوا لي حتى نرجع حتى هذا. ما كنهضروش معاه فرحتنا نهائيا، ما عمرنا هضرنا معاه فرحتنا يلاه كي درتو لاباس صافي هذا هو كي درتو لاباس صافي، ما عمر هداك راس معانا ولا صافي. داك الليله المعلومه صيفطت بان اجي وديوني الا ما جيتوش راني غندير شي كارثه ولا غنتحر. واه جبتوه داك الساعه طلع انا جبناها. فاش جبتوها واش جبتو معاها حوايجها؟ كانت حتى شي حوايج من هنا كنا شفنا شي فيديوهات كنا شفنا فيهم الذهب كان الذهب ما جابت اخويا حتى شي حاجه لا خاتمها لا ذهيبه اللي شرينا لها حنايا حتى شي حاجه، لدرجه حويجاتها كانت جمعهم في الشنطه صبناهم وطويهم جمعهم في شوينطه سحب لها راها مهم حيت غير شي حاجه بسيطه ماشي كل شيء يعني حيت زيت غير داك الشوينطه. ملي جابتها لقات الشنطه خاويه ما فيها حتى شي حاجه حيت اللوسه كانت كتلبسها حوايجها. واخا يسرى غادي نجيو لعندك عاوتاني انت كذلك. يسرى انت يا نهار اللي فاش تزوجتي كنتي غادي تروح انت واش انت خديتي انت هي الحوايج ديالك؟ حنا كنعرفوا الاصول والتقاليد المغربيه ان المراه كتشري الحوايج ديالها والراجل كيزيد تيكمل حتى هو لك شي حاجه وهي. انت واش شريتي انت الحوايج ديتيهم ولا شراوهم لكم ولا شنو كان واقع بالضبط؟ شاولي هما وشريت انا حوايج هما جابوا لها داكشي اللي جابوا حنا عاوتاني حتى حنا خدينا لها ضروري
حتى حنا خدينا لا شلا حويجات وخدينا لا هديه كما كيديروا الناس الاصول. حيت ما يمكنش غنصيفطوا بنتنا كلها وكيدير البنياته علاش كيقد. حنا كنا كنشوفوا على المواقع التواصل الاجتماعي كنشوفوا بان الحوايج ديالك كان البلاكار ما البلاكار، كيفاش القضيه ديال البلاكار كيفاش القضيه ديال الحوايج؟ لا ما كان اصلا البلاكار، ما كاينش اصلا حتى من اليوم ما كاينش. وفين كتحطي الحوايج ديالك؟ في الشنطه ومن تحت الناموسيه. ما كاينش شي حاجه كاع، ما كاين لا ماريو ولا فين لا كاين واحد الكوافوز، كوافوز ميكا هو اللي كان. هو اللي كان. سمح لي اخويا نقاطعك، المره الاولى قالوا لنا عندها واحد الكوافوز كبير فين دير حوايجها على ما يسهل الله وناخذوا لها ماريو. مشينا لقينا ما كاين لا كوافوز لا حتى شي حاجه، غير واحد كما قالت لك ديال ميكا ودايرينو في واحد الحمام جامعين فيه الربال، داك الحمام في وسط بيت النعاس ما فهمنا والو. انا باش غادي نوليو نرجعوا القضيه عاوتاني من الاول غادي نوليو نرجعوا. مرحبا اخويا. النهار اللي كانوا جاوا لعندكم والنهار اللي كان غادي يكون هذا الزواج هذا قالوا لكم بان غادي نشريو حنايا الماريو غادي نشريو نجهزوا البيت ديالها وداك الشيء. قال لك غنشريو الماريو وشريو كل شيء اللي خاص في البيت. لقيتو داك الشيء ولا ما لقيتوش؟ ما لقينا حتى شي حاجه. كنتي الهضره؟ غير الهضره، ما لقينا حتى شي حاجه من الاول، ما لقينا حتى شي حاجه. بالنسبه انت اللي كايوصى واش كان كيقول لك غادي نجهز، كان كيوعدك بشي حاجه ولا صافي مشيتي وصلت؟ كيف كان وعدني بالذهب شي ذهب شي ندير له، ولكن داكشي كامل ما كانش. لو كنتي قلتي انك كنتي كتعيشي مزيانه معاه ما بين ليله ونهار تقلبت الامور. تقلبت الامور. واش الامور بالضبط على القناه انك ما كتبقاش انك تخرج ولا شي حوايج وحد اخرين؟ لا على حسب القناه. شفنا خرجت كان في واحد الفيديو خرج وقال بانه كانت خسرت 12 مليون في العرس ديالك، واش فعلا هاد الهضره هادي كاينه ولا ما كاينش؟ كيفاش 12 مليون؟ 12 مليون اللي كانت خسرت في العرس؟ لا وعلى على 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 الدهاز ديالك؟ لا انا با اللي دار لي العرس، با اللي دار لي العرس وبا اللي كمل لي دهازي، ما كاين لا 12 مليون. تسلفنا خويا وتكلفنا وبغينا نفرحوا بنيتنا، ما عطاونا حتى درهم. واخا نجيو لهاد القضيه السلف. السلف السلف حنا كنعرفوا حنايا في الاحياء الشعبيه انهم دائما كيمشيو كيديروا داك القروض الصغرى ولا كيتسلفوا من عند العائله، واش قروض صغرى ولا خديتو نتوما خديتو من العائله؟ لان كاين عاوتاني المتابعين غادي يقدروا يقول لك كيفاش هاد القضيه ديال السلف. درنا قروض صغرى. شحال خديتو؟ خدينا 2 مليون. شحال كتخلصوا لها في الشهر؟ 13000 وشي حاجه. رجعوا عندي يسرى. يسرى انتيا شفنا ان خرجوا وتيقولوا بانك انتيا كنتي عايشه واحد العيشه اللي هي كريمه، واحد العيشه اللي هي زوينه. خويا كنت عايشه شي عيشه كريمه، نهرب من دارنا حتى قط اخويا ما كيضرب من دار العرس. على حسب الاخوه ديالهم كيقولوا انك كنتي كتعيشي في الشا وكتفيقي حتى 12، يعني ما يعني حتى الشغل ما كتقضيش، يعني هما كيقضيو عليك، يعني كنتي عايشه اميره في الدار. لا ما كاينش هذا الشيء اختي. سمحي لي اختي نقاطعك، فاش كانت بنتهم كدور من دار لالا لدار سيدي شكون اللي كان كيقضي الشغال؟ كانت يسرى وحديتها كانت تما، يا كي العجوزه ما كتقدنو دير حتى شي حاجه، هي اللي كانت كتقضي شغالها كامل. واخا يسرى نسولك واحد السؤال، كتشربي الحليب انت؟ لا. كتشربيش الحليب؟ لا. علاش يقولوا واحد شي هضره كتقال على الحليب، كيفاش هاد القضيه ديال الحليب مع العجوزه ديالها؟ الحليب تقول لي انا نشرب الحليب حتى مريضه بالهاش الهيطه. ولكن هي قالت لنا ما كتشربش الحليب كل ما تجي انت. ولات كتبقى كتشربها من جيت انا. ولات كتشربوا دابا؟ شنو قال لك النهار ديال الدروش فاش تحت؟ كيفاش قال لي؟ هل تحسي في الدروج؟ شنو وقع لك؟ شنو وقع لي؟ مين طحت في الدروج كنت كنقبز، اللي كيقول لهم عمري قبزت وعمري درت الحاجة. هذا هو السلوك تنسوك هذيك أول عشنا ليك. شو هذا؟ كملي لنا القضية ديال الدروج وعاد رجعوا القضية ديال العشنا. وطحت في الدروج ونط. ايوا الحمد لله على كل حال. شكون اللي هزك فاش تحسي بالضرب؟ ما هزني حتى حد. شفنا الشيخ ديالك تيقول بانه كنشد لك في يديك ولقاك عظام. لا خاش العظام حتى طحت ومشيت قلت لهم راني طحت.
واخا باش يوصل باش نشوفوا الحساب سي باقا لي مرا الانف في يديه باقا الان مرا في يديه نشوفوا الحساب الاقوال الا حسب ما قالوا ما في واحد البث مباشر انك انت فاش تحتي في الدروج كان هو اللي حضر عليك هو اللي كان هزك من الدروج لا هو اللي كان جاب وحطك فوق الفراش وغطاك لا وقلب لك في يديك وما لقاش العظم ماشي انسان اللي بلا عظم كاينش انسان بلا عظم يا هي باش كانت كتعجنو انقطعك واش مي كنت كنحك الماعن ولا عندي العظم كسات ولا عندي العظم مي كنت كنحك الماعن وفاش اللي كيعجن كيكونوا ما عندهاش العظم وغتعجن من الخبز راه هادشي مستحيل هادشي واش تقصحتي من يديك ولا تهرسي شنو كان وقعلك لا كنت تقصحت باقا الان لا هي كتقاتلي تلوات لا ما داويش الطبيب واش صرتي من منهم يديوك الطبيب وما داوكش ولا ما طلبش منهم هما ما داونيش يعني هما شافوها بداك الحاله وما داوهاش هي راه كانت مغلوبه على الامر ديالها وكان نقول واحد الهضره انا ديال بيت الناس ديالك اجي تشوفي بيت الناس ديالك خويا شريف يسهل عليك سمحوا لي القضيه ديال الماء اللي قلتي لي ما بغيتي تشربي سمحوا لي واش ذكر هذا الماء هذا على ذكر هذا الماء هذا شفنا انه كنقولوا بالك انك ما كتهضريش خلي سيهضر انا اخويا انت كتستغرب انا دابا حاليا انت قلتي عطيني شريبه وانا استغربت في هذه القضيه واش اللي ما عندهاش العظم تهز الكاس لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يوسف في هذه الحاله هذه مش كنتي في داركم ولا تتزوجت يعني بحسب المرض ديالك ولا حسب الحاله ديالك لا بحال زعما حيت ما قالوا انك ما كانوش عارف لك مريضه وانك جيتي من داركم مريضه باش مريضه حملت فقر الدم هذا هو المرض ايه فقر الدم ديال الحماله ما فيكش شي مرض وحده لا واخا القضيه ديال فقر الدم واش فقر الدم واش انت ما عمرك كنتي مريضه بالضبط لا يعني تجاك تفهم لينا هذا العديد ديال النساء تيتعرضوا عادي ديال الحموليه عادي ماشي شي حاجه من بعد كتولي ترجع لها عادي يعني دابا السؤال بغيت نسولك يعني ما كنتش مريضه في داركم يعني لا نهائيا نفسي واخا انك جيتي من داركم مريضه نهائيا ما كانش مريضه يسرى واش كيتصل بك الزوج ديالك يتسول فيك يشوفك انك راكي حامله لا دابا لا عمري بلو اضراج بلوك اخوتي نهار اللي جينا بلوكا وصلنا وطلقوا اللايف لقينا التليفونات مبلوكين كاملين نوامر كاملين مبلوكين شنو هو السبب البلوكاج ما فهمناش اخويا الله اعلم ديالكم واش اتصل به ولا اتصل به ما ولاش اتصل به نهائيا الاب ديالنا ما ولاش اتصل حتى شي واحد نهائيا ما حاولوش انا كنعرفونا في التقاليد المغربيه انا ماشي كي العروسه كتغضب كيجيو لا اختي لا العائله ديالو كيجيو يعني كيطلبوا السماحه وكيف ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء جات عمته وما جاتش على الصلح بس مش على الصلح جات على واحد الشيك كنت انا محيده كيفاش خديت هذا الشيك شي شيك عطاوه ليك يقولوا لي حيديه الشيك ديالهم داك الشيك فين هو ورجعتهم في الراهو يعني بقى في البيت بقى في البيت شي حاجه يعني بقى في البيت هما جاوا على اساس انه عائله الشيك وناقشوا الموضوع وداكشي وصافي ما ماشي جاوا على حساب يرجع ولا شنو كاين ولا ابدا بالنسبه للزوج كيفاش كانت المعامله ديالو معاك في الدار اختي بحالهم هو كيسمع ليهم يعني واش الزوج هذا كتشوف انه كيعاملك منه راسو هكا كاين معاملته ما مزيانش معاك ولا انه كيتحرض من طرف العائله ديالو لا من طرف العائله ديالو واخا كنتي هضرتي لنا على القضيه ديال اليوتيوب ان اليوتيوب كنتو كتخرجي انتي معايا تيقول لك خرجي معنا في المباشر تيك توك سمعنا بانه كان تيقول لك خصك تخرجي مع تيك توك وتشطحي لا ماشي نشطح ينبان تباني ولكن انا ما كنبغيش يعني انت اصلا رفضت انك تباني معمره في القناه ولا في التيك توك انت كتباني يعني بحال كنقول بزز منك ولا ما ولا باش نهار رفضت شنو كيوقع طاش كيحرش ولدهم باش يضربني نرجعوا للقضيه حنايا دابا خلي نبقاو في هذه النقطه هذه ديال الضرب يسرى واش كنتي كتعرضي انت للضرب فاش كنتي عندهم تماك اه شو كنتي وقع كي
كيدخلني البيت وكيضربني قدام الام والاب ديالك؟ لا ولكن زعما حاضرين في السكن كيكونوا تما ما كيكونوش على برا. لا تكونوا تما. فاش كان تيضربك؟ فاش كان تيضرب واش كان تيضربك بيديه ولا باش كان تيضربك؟ لا بيديه. صرفيق لا من لتحت لتحت ما يقدرش يبين يضرب في وجهه. واخا يسرى رجليك علاش رجليك زورق؟ ايه واخا يبقاو تامره والوقوف النهار كله هادشي علاش رجليها هادشي باش قلنا عندكم الدار ما قالت الزميله قالت لي رجليها راه زورق دابا خويا راه تعرضي انت للضرب. اه دابا راه مشي لا ما بقاليش الا رجليها هما اللي وهادشي كنتي كتقولي للام والاب ديالك؟ لا ما كنتيش كتقولي. عمري قلت هذا. علاش ما كنتيش كتهضري؟ حيت اصلا ما عنديش فاش ندوي. علاش في التليفون ما تيخليوهاش تتواصل معانا؟ الام ديالو والاب ديالو وصلتي لهم هاد القضيه بان راه تيضربو تيضرب؟ راه طبعا راه كيحرشوه هما اللي تيقولوا سير آه. دوكو ايوا خلينا لهم الله هادشي اللي غنقولو الله ياخذ الحمد لله على كل حال. الناس يقول لك بانك علاش ما ترجعيش انت للزوج ديالك واش نقدروا نشوفوك انك واحد النهار رجعتي للزوج ديالك؟ لا علاش ما ترجعيش؟ حيت كانوا معذبيني ومكرفسين عليا ما والله يحفظ فيهم الله يحفظ. شابكو شتي اللي تاخذوا دار وتسكني انت والزوج ديالك واش تقبلينا كيترجع للزوج ديالك؟ نقدر انا والزوج ديالي نقدر تكوني في دار بوحديتك؟ بوحديت. هو متقبل هاد القضية؟ لا ما تواصلتيش معاه؟ ما قلاوش هو ما مقلاوش. لا من نهار اللي جات حتى شي واحد ما تواصل معاه نهائيا. النهار اللي جات حتى شي واحد ما تواصل معاه. النهار اللي فاش كنت جيتي بحال اللي قلتي لي قلتي لي لقيتو نتوما دايرين اللايفات ومبلوكيينكم كانوا تيعايروا في الاخت ديالك. اييه شنو كان وقع بالضبط النهار؟ حنا مشينا جبناها على اساس حيت كانوا معدين عليها ما سبيناهم ما حتى شي حاجه قلنا لهم حنا بنتنا تعدين عليها جبناها حنا يلاه وصلنا وحقينهم داك السب وداك الشتم ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ونزيدك اخويا واحد النقطه فاش حنايا اللي جبناها ما هضرش معنا الزوج ديالها الاب ديالو هو اللي كيهضر اما الزوج ديالها غير واقف وكيتفرج فينا ما نطق حتى شي كلمه هما اللي قالوا له كديروا يعني بحال نقفلوا بودينا هيا كلمه وحده قالها لها عيطوا له الكوزينه عيطت له يماه واخته قالت له قول لها الا كنتي غتمشي مع باك بلاصتك براسك غتوصلني هكا قال لي يسرا ملي كاش ملي كنتي كتهضري مع دارك كيف ما قلتي كانوا كيجلسوا حداك مناش كانوا هما خايفين بالضبط شنو كانوا خايفين انك توصلي لداركم من عاود لهم هذا الشيء شتي في داك الايام اللي كانوا جابوها تشوفنا ما كانش كان يمشي ويولي يرجع يمشي ويولي يرجع ما خلاهاش تقص فرحتها باش تعاود لنا ولا تحاور معانا نهائيا كان كذلك بحال شي وليد صغير كيخرج يلعب ويولي يدخل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واخا فاش كان هاد القضيه اللي قلتي كيمشي وتيولي يجي في الايام العاديه اللي ما كيكونوش والديك وتيجيو يحضروا تما واش كيبقى يدخل ويخرج عندك للدار ولا تيكون في القهوه ولا كيمشي شي بلاصه؟ لا كيجلس معايا في الدار. نوبة وحدة اللي خرجت مع خوتي اللي خرجت هو فاش كان خدام هو؟ قالوا لي هو جاو عندي قالوا لي كوافور اها ومنين مشيت لعندهم ما حتى حال ما خدامش كلشي كذوب ما خدامش نهار الاول فاش جاو عندنا فاش خطبوا لبنيته على اساس بانه هو كوافور ولكن في الاخر ما كان حتى شي حاجه يعني ما عنده لا خدمة لا تشتغل. عنده لا خدمة لا. كيفاش كنتي كتعيشي معاه وانت عارفة بأنه ما خدامش؟ كنا نصبرو وعاد تزوجت. كيفاش كتهبط الفعل ديالك بعدا ما مشيتي وما لقيتي أنه كذوب أنه ما خدامش؟ الإنسان كيحس بالحقرة. صافي الحمد لله. الإنسان كيحس ديك الساعة بالحقرة. غالي حكيتي رجليك تما في الدار عروسة شكون كان كيحكم فيك واش هو ولا الوالدين ديالو وخوتو؟ الوالدين ديالو. يعني هما اللي مسيرين الام ديالو كيفاش كانت المعامله ديالها معك عاوتاني
واش حنت عاطيه هذاك الحنان بحال اللي كيتعطى في الامهات المغربيات او العجوزات المغربيات داك الحنان ديال بنتها ما كاينش هادشي ما تحن فيك غير امك يشرح لي كيفاش كتقول انك كتعامل اكثر من بنتها لا. وانها هي كتخبي هذه القضيه واحد القضيه كان كتخبي عليك شحال مره كتقول السي طيب كان نخرج في فيديو كيقول لك كيدخل للدار كيشوف شي حاجه ما كتعجبوش هي كتخبي عليك لا كاينش هادي واخا يسرى شفنا انه مؤخرا فرجوا دابا حاليا ولاو كيهاجموك واحد الهجوم اللي هو شاد واش السبب انك فاش خرجتي انتيا خرجتي مع امينه وتطبع ليها خرجتي وفضحتي او كشفتي من السور هذا هو السبب هذا هو السبب كنت ساكته هما قالوا هذا الشيء اللي كاين حيت هما ولفوا على السكوت ديالها وصحاب المام قديمه ساكته صراحه انا كيدير الحاله النفسيه ديالك الحمد لله بخير حتى عائلتي وميمتي وبا بخير ومع المغاربه الحمد لله كي غدا كي غدا الحمل كي غادي الحمد لله بخير هاد الساعه شحال دابا عندك ضحى في الرابع اربع شهور دابا الحمد لله ملي كتهز التليفون وكتقرا الكومونتات الزوينين ديال المغاربه نفسيتها تحسنات وعاد ارتاحت خارج المغرب وداخل المغرب كيصنيو عليا عاد ارتاحت عاد النفسيه ديالها ارتاحت واخا يسرى انت عارفه راسك بانك مع واحد حنا كنعرفوا هادشي كنعرفوه في المغربيات اللي هما مغربيات حره انت عارفه راسك بانك واحد السيد انه جا شهر ما كاملش انه باش تزوج بك وحملتي انت هي معاه واش كانت شي ثقه كنت دايره الثقه ولا ايجا ايجا من عند الله ولا هو قال لك تحملي ايجا من عند الله صحيح صحيح متقبل انه كاين الحمل ولا ما متقبل لا هو متقبل ما بغاش لا متقبل اه باغي الولد للبنت سيبر صحت حضرتي في هاد الزواج غيوصل بزاف ندمت على الجوج البنتي حالي شحال في العمر ديالك 23 يعني مازال صغير والزوج طالع في 28 وبدون عامر بدون عامر واش الرسالة ديالك كيوصل لك كتوجهي للمغاربة وكتوجهي كذلك كتوجهي للجمعيات الحقوقية اللي أزرت يوقفوا معايا وقفوا معايا وقفوا معايا خوتي المغاربة خارج الوطن وداخل الوطن يوصل يمكن واحد النهار يرجع هاد الزوج وترجع هاد العائلة ندمانا وبغي يرجعوك واش تبغي ترجع وتنسى كلشي اللي فات لا خرجوا فيا اللي كاين واللي ما كاينش اللي كاين واللي ما كاينش طاش درجة اختي ردوني انا حمقى واش حمقى دوي معاكم مزيان قضية حمقى فاش قالوها في البرك المباشر ديالهم يعني واش كنتي كتصرفي معاهم شي تصرفات يعني اللي خلاوك انا كيقول لا ولا كيفاش مشاو هاد الحمقى هادي ايه واختي بالعكس دماغهم هذاك يقولوا اللي يعجبهم واش هي حمقى خداوها من طبيب الحماق او لقاوها في الزنقه كتقطع حوايجها يا راجو خداوها من دارها من عند والديها بشرفها وبكرامتها حشومه الانسان يقول هاد الهضره واش يقدر على هاد القضيه ديال ان كانوا قالوا عليك حمقى انك هزيتي عليه واحد الموس كان ناعس وناض ولقى الموس واش انا ما تنقدرش نهز عليهم تصوتي حالك اخويا الموس واش وجهي ديال الموس حول ولا قوة إلا بالله أنا خليت الأمر لله سبحانه وتعالى كان خرج بغدا يمكن البارح خرج واحد مباشر قال له كان عطي بالظهر وحطيتي له على عنقه موس ديال الخضر يعني بغيتي تذبحيه حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله الله ياخذ الحق حسبي الله ونعم الوكيل واش راه كيفاش شفتي كدوزي نهارك مع عائله كتشوفي ان الزوج كيعاملك معامله خايبه الحما والحمات كلشي كيعاملك بواحد المعامله اللي كتحسي براسك محقوره كيفاش شفتي كدوزي نهارك ملي كتفيق الصباح حتى كتبغي تنعسي بالليل كنصبر عندي تنقول الصبر ودابا ربي يفرج ولكن الناس ما بقايني صافي النهار عندك بيض اختي النهار كيزيد داكشي وكيفاش كنتي كتعيشي مع الواسات؟ لوسي هي كتحكم فيهم كاملين تحقرتي بزاف حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ الحق الله ياخذ حقها واش تبغي تصلحي شنو الحاجه اللي بغيتي تحيديها الزواج
الجواش بغيت نبكي، ولكن الحمد لله الحمد لله على الكل حال. ما حدا حدانا وجات لعندنا وجات عند خوتها وعند والديها، الحمد لله على كل حال. حنا ما عندوزوهاش، نهزوها بسناننا هي والولد اللي فكرتها ولا البنيته، هزنها بسناننا. عمرها الحاجه القبيحه ما تدوز عليها. انا اللي خرجتي من الدار واش كنتي خايفه بزاف؟ بزاف كنتي خايفه يوسا؟ شنو الحاجه اللي خلاتك تخافي من هذه العائله هذه؟ كانت خايفه اختي، حيت المره الاولى خلاوها والديا من طلعوا خلاوها وقالوا حشومه، ودابا الامر ترجع لي. ماشي هكا ماشي هكا. انا فاش مشيت لعندهم حيت ضروري ما تعيشيش بحال كي كنتي في داركم، ضروري تبدل عليك. تنقول ضروري تبدل عليك، ولكن ماشي بحال هاد الدرجه كاع. ونهار اللي صافي يعني قلتي استوعبتي لوالديك وجيتي بحالتك لداركم، شنو الحاجه اللي خلاتك تخافي من هاد العائله هادي؟ واش خلات اختي من اديوك شي حاجه؟ شنو الحاجه اللي خايفه منها؟ صافي نفسيتي، انا اصلا نفسيتي ضرات لهالدرجه. اداوك هاد الناس اللي كتخافي؟ بزاف، ولكن دابا ما خايفه من حتى واحد. لدرجه اختي كانت كتنعس وما كتفكر شي حاجه وهذا كتنوض تبكي. مالك يا صرا؟ دور كتفكرت شحال من حاجه وحاجه، يعني داكشي اللي داز عليها ما ساهلش. واش يقدر يكون هذا؟ لان البارح شفنا حنايا خرج واحد المباشر تيقولوا القضيه ديال السحور ما السحور، واش يقدر يكون هذا هو السبب ولا شنو واقع؟ خويا هي فين كذب شي؟ فين كيخرجوها ولا كتخرج وحديتها باش غتجيب هذا السحر؟ حتى والديا ما كيجيوش عندي بزاف. على ذكر والديك، واش مانعينك على والديك ما يجيوش عندك للدار؟ لا، ولكن انا مانعيني نمشي عنده. وشنو هو السبب؟ باش ما نقدرش نقول لعائلتي هادشي اللي وقع لي. اللي وقع لها شفنا خرج قال بانه غادي يطلقك ويخسر عليك 5 مليون. يا ولدي عجبو يدير امر الله سبحانه وتعالى، وعاش الوطن، عاش الملك، وعاش القضاء اللي دارها القضاء هي اللي كاينه. يوسف انت اليوم كتقولي بنفسيه جديده وانك الحمد لله تحسنتي من الاول. وقفت على رجلي الحمد لله. شنو الرساله اللي يمكن توجهي له اليوم من هذا المنبر؟ الله ياخذ فيهم الحق. الله ياخذ حق. الله ياخذ حقي، هادشي اللي غنقول، الله ياخذ حقها. يعني كنقول انا واحد الام يعني ملي كتكون عبوسه هي عندها بناتها وما تبغيش يعيشوا كما تودين تودان، كما تودين تودان. كاين اختي الانسان اللي ما كيخافش الله، الناس ماشي كلشي بحال بحال. حتى هي راه ماده يديها الحنة، بس ماشي كلشي بحال بحال اختي. كنتو كتوقعوا ان هاد العائله غادي يخرج منها هاد الشيء؟ لا اختي ما كناش ناويين، كنا اولا ناويين على هاد الشيء ما نعطيوها لهمش ابدا، حيت بنتنا ما كانتش مضيقه علينا ولا قلنا يعني سنات الحياه هذيك خصها تتزوج وتا هي دير تعيش في دويرتها وتا هي تولد وليداتها. ايوا الامر لله، ساعك هذا الشيء ما كانش في الصميم، ما كانش هذا الشيء كما كنا حنا ناويينه، ولكن الحمد لله طبيعه الحال. الحمد لله على كل حال. نهار الاول فاش كان جا الاب ديالو، واش كنتو نتوما شفتوا الاب ديالو انه واحد السيد اللي هو واحد الحياة وكيعرف ما بينه ما بين الله وتكتو ولا؟ تقنى تقنى بزاف. اصلا اخويا داك الشيء داز بالزربه، يعني ماشي شهر ولا شهرين باش تعاشرنا ولا مشينا ضيفناهم بزاف ولا عرفنا، شهر ما كاملش في ظرف شهر راه داز كل شيء، داز تعارف، خطبه، كل شيء. ما حسيتش فداك تصرعتي في هذا الزواج؟ تصرعت دابا مالك على هذا الشيء كتقول ندمت؟ تصرعت بزاف وندمت، ولكن الحمد لله. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. شنو كتوجهي للمغرب؟ يعاونوني، راني بنتكم، الله يجزيكم بالخير، الله يحفظكم يا ربي. شكرا شكرا بزاف لطاطا بديعة اختي امينه. واخا على ذكر طاطا بديعة وذكر امينه، تيقولوا بانهم بجوج بهم كيستغلوك امينه وطاطا بديعة كيستغلوك ماديا. انا نفسي تقلبت عليهم،
واخا عاودي لنا كيفاش قلبتي عليها. مرات كيفاش شتيهم وكيفاش انت عرفتيهم؟ انا شفتهم غير في القناه في يوتيوب. حنا ما خويا كانوا دايرين واحد اللايف كيهضروا بحضر على يسرى. جات مرات خويا قلنا لها اجي تشوفي الفيديو تاع بديعه راه كتهضر بحرقه على سميتو على يسرى. جات هي من شافتهم قالت لك هذه امينه راه صاحبتي وقرات معايا. قالت لك راني اليوم غنمشي نقلب عليها وما مشات حتى قلبت عليها. مشات عندهم وقلبت عليهم بالنهار بالليل اخي بالنهار حيت اصلا عروستنا راه هبطت من هنا حتى لشي 11 ونص عاد هبطت وقالت لنا دابا غنمشي نقلب عليهم. فاش مشيتو عندهم شنو كان الوقت؟ استقبلوها ورحبوا بها هلا خطيهم الله يخلي لهم صحيحتهم. ايوا حكينا حكات لهم على شنو المعاناه وعلى شنو كاين هو تعطفوا معانا وجاو لعندنا الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم. شفنا انهم خرجوا كلشي تيقول لك بانه كاين استغلال مال. لا ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. ما كاينش هذا الشيء نهائيا. ما كاينش هذا الشيء نهائيا اخي. واش ما عطيتهمش فلوس باش يعاونوك؟ لا ما كاينش هذا الشيء نهائيا. ما كاينش. واش الناس كيصيفطوا لكم نتوما ولا كيصيفطوا لهم هما؟ حاليا باقا ما وصلت حتى شي حاجه. ولكن هما كيتواصلوا معايا يعني الناس كيتواصلوا مع يسرى. كيتواصلوا معايا. كيتواصلوا مع يسرى. والله خويا التليفون البارح ما سكتش. ما سكتش. لدرجه عيات وصافي طفات ونعست. واخا يوصل دابا انت واش بغيتي الدعم واش بغيتي مادي ولا معنوي واش الناس يوقفوا معاك ولا بغيتي يعاونوك بجوج بجوج. واخا يسرى هذا الدعم المادي اللي قلتي انت هي الدعم المادي لان حنا كنشوفوا حنا العديد ديال الناس يقول لك بغينا الدعم معنوي وكاين الناس تيقول لك بغينا حتى الدعم المادي. انت هي الدعم المادي شنو هو السبب اللي بغيتي الدعم المادي؟ باش نتعاون به فلوس المحامي فلوس الطبيب اللي يسهل عليهم يا ربي والتعاون نيت بهذا البيبي اللي في كرشي. البيبي اللي في كرشي يعني هذا هو السبب. هذا هو السبب. الراجل ديالك واش فكر انه يعاونك في شي حاجه الفلوس؟ لا ابدا والو. هو ما اتصلش حتى بها من نهار اللي جات. عمرو فون عليا منين جيت حتى اتصال ما كاينش. واش هاد المده باش من جيتي داركم اليومين هذا؟ شي 12 اليوم هكا جينا الاثنين والثلاث كان رمضان. بعد رمضان هذا ما فكرش انه يكون واحد المسامحه ولا السوجه ديالها. هذا الانسان ما فكرش يصوني حتى التليفون حتى جوج كلمات يقولهم ما فكرش. ما فكرش يصوني حتى اللايفات والمسابقه اللي في كرسي ما حاولش يسولي. هادشي اللي كيفكر فيه هذا السيد. اما باش يهضر معاها جوج كلمات زوينين ولا يتصل حتى بالوالد حرام ما كاينش هذا الشيء نهائيا. ما كتشوفيش راسك بان كاين واحد الاستغلال انهم فقط انهم داوك؟ كاين حاجه الاستغلال اللي بغاو يستغلوا استغلوني باش نطلع يطلعوا بيا القناه صافي. يعني التجار بيا التجار بيا وصافي. شحال من قناه عندهم؟ جوج. واحد. هاد المده اللي قلتي انه اللي عشتي معاه فيها هي تكوني عارفه واش ما كيعيط لك غيكون غير منه الراس حيت خصان بينه وبين الزوجه ديالو ولا غيكون الطرف العادي ديالو تبقى تقول له انا ما اتصلش بها وما تسولش فيها طرف عائلته يعني هما اللي كيحرقوا. واخا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لك انت بزاف بزاف وكنشكروا المغاربه كاملين الله الوطن الملك ويحيى القضاء وشكرا لكم بزاف بزاف شكرا لكم. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.